بآخر 10 سنين تسجلت مطالبات كتيرة من نواب ووزراء وهيئات مدنية لوقف ملاحقة المدنيين قدام المحكمة العسكرية، منها تقديم على الأقل 3 اقتراحات قوانين لتعديل قانون القضاء العسكري. اختصاص المحكمة العسكرية هو أيضاً فضفاض بكل بساطة، لأنه يوجد مادة في قانون القضاء العسكري بتقول أنه كل ما يموس بالمؤسسة العسكرية يدخل ضمن اختصاص المحكمة، وبالتالي ممكن لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أي رئيس النيابة العامة العسكرية أنه يحيل أي ملف ممكن يعتبر بنظره يموس بالمؤسسة العسكرية إلى اختصاص هذا القضاء. بيسهل تشبيه عمل المحكمة العسكرية لتتحول لأداة سياسية بإيد السلطة. المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت هي محكمة استثنائية من حيث المبدأ، أي أسست لحالات استثنائية، وتحديداً الجرائم التي يرتكبها عناصر المؤسسات العسكرية، جيش، أمن داخلي، أمن عام، أمن دولي، في معرض عمل، في معرض وظيفتهم. ولكن هذه المحكمة التي أسست وبدأت كمحكمة استثنائية تنظر في هذا النوع من الجرائم تحديداً، توسعت صلاحياتها مع الوقت وبحسب الظروف السياسية من أجل أن تشمل جرائم مختلفة تتراوح من إطلاق النار إلى جرائم الإرهاب. بتتابع المحكمة العسكرية قضايا خاصة بأمن البلد والناس، ملفات مثل أحداث خلدة والطيونة، ملفات إرهاب مثل نهر البارد وأحداث عبرة وملف ميشيل سماحة وملاحقة خلايا إرهابية، وملفات متعلقة بالثورة السورية والنزاع المسلح داخل سوريا. وتحديداً ظهرت هذه العمليات أو زاد عددها بشكل ملفت بعد انخراط حزب الله في النزاع المسلح في سوريا، ما دفع بمجموعات مسلحة في سوريا إلى مستهداف حزب الله في الداخل اللبناني. بشهادات محامين وموقفين، في كتير تجاوزات بشغل المحكمة العسكرية على مستوى حقوق الموقفين القانونية والإنسانية. هذا الشيء تكرر بأكثر من قضية، مثل حرمان الموقوفين من الحصول على محامين والتواصل مع أهلهم وصولاً لتعذيبهم لانتزاع اعترافات كاذبة منهم. مشاكل كثيرة أخرى، واحدة منها أنه الأشخاص المدنيين الذين يذهبون إلى المحكمة العسكرية المطالبة بمحاسبة عساكر ارتكبوا جرائم بحقهم، لا يحق لهم أن يكونوا أيضاً ممثلين بمحامي، لا يحق لهم أن يكونوا طرفاً في الدعوة، وبالتالي بيصدر الحكم من دون ما يكون لهم حق، لا يطعنوا ولا يميزوا، وإنما بيقبلوا بالحكم لحتى يروحوا على المحكمة المدنية إذا كان في حكم لمصلحتهم. صلاحيات النيابة العامة العسكرية بتسمح لها تلاحق مين ما كان وين ما كان، مثل ما صار بملاحقة المعارضين بانتفاضة 17 تشرين. شفنا هذا الشيء بمظاهرات على مستوى عالي، مظاهرات الثورة، ثورة 17 تشرين، وكان الذريعة وقتها توصيف أفعال المتظاهرين بقطع الطريق أو بمواجهة المنع من الوصول للمؤسسات الدستورية، كان يوصف هذا النوع من تعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر والاحتجاج الغاضب بأنه جرم من جرائم المعاملة بالشدة. بملف مثل الطيونة سهلت المحكمة العسكرية وغطت على المشاركين بالاشتباكات، بينما لعبت المحكمة العسكرية دور السياسة لقمع المتظاهرين بطرابلس سنة 2021. ولكن جنحت المحكمة العسكرية أيضاً من مظاهرات حصلت في طرابلس إلى الادعاء على متظاهرين بجرائم الإرهاب وبجرائم تشكيل عصابات مسلحة، وهذا الشيء استياء كبير وقتها لدى المتظاهرين، ولكن تم إنصافهم على مستوى المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة عقيد أو عميد للمفارقة خلافاً النيابة اللي هي قاضي مدني، وبرئوا من هذه الجرائم. لتغيير هذا الواقع في إصلاحات مطلوبة على مستوى تعديل القوانين أو التشدد بتطبيقها. كل هذا بيتطلب تعديل القانون، وبالتالي بيتطلب تشريع على مستوى مجلس النواب، ولا يبدو أنه على مستوى مجلس النواب الأكثرية التي تحكم البلد اليوم أو تحكم مجلس النواب هي مكترثة حقيقة أو منزعجة من عمل القضاء العسكري، خصوصا أنه الثنائي حركة أمل وحزب الله اللي هن بحسب ما بيعرف كل العاملين في المحكمة العسكرية لهم تأثير سياسي قوي على مستوى المحكمة العسكرية الدائمة الابتدائية.